بمناسبة الجو والمناخ وأفريقيا، الأهلي احتفظ برقمه القياسي، والأهلي حتى وهو ظروف حالة دون أن هو يكمل مشواره في دوري أبطال أفريقيا، لكن ما يسعد كل أهلاوي وما يدعو للفخر فعلا أنه ما من رقم قياسي منور في تاريخ الكرة الأفريقية إلا وكان صاحبه النادي الأهلي. ما زال يحتكر كل الألقاب، فكل الألقاب وكل الأرقام القياسية وكل علامات التميز هتلاقيها أهلاوية. الأهلي احتفظ برقمه القياسي في الشباك النظيفة لمدة، يعني شباك الأهلي ظلت نظيفة في أفريقيا لمدة 781 دقيقة متتالية. 781 دقيقة متتالية لم تهتز فيها شباك الأهلي قاريا منذ 2006. الرقم ده كان هدده الزمالك في مشاركته الحالية في الكونفدرالية اللي بيخوض فيها مباراة العودة يوم الأحد مع نهضة بركان المغربي في برج العرب. رقم الزمالك توقف بهدف بركان المغربي عند 750 دقيقة فقط، ليظل المقام محفوظ للأهلي في الشباك النظيفة لمدة 781 دقيقة. وبرضه كويس إن المنافسة بين أندية مصرية، ده كويس، زي ما كان كويس زي النهاردة من اللحظة التاريخية بقى، اللحظة التاريخية اللي بتسعد كل الأهلوية والمفروض كل المصريين الحقيقة. في 21 مايو 2001 لحظة تتويج الأهلي باللقب الأغلى في تاريخه، لحظة استلام الكابتن صالح سليم وسام نادي القرن في القارة. ده حصل في 21 مايو 2001 لما تسلم المايسترو عليه رحمة الله وسام نادي القرن في حفل الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ. كانت لحظة فعلاً ما دعاه للفخر الكبير جدا لكل الأهلوية والمناسبة لكل المصريين، لأنه كان رائع جدا أن يكون النادي الثاني بعد النادي الأهلي هو نادي الزمالك الشقيق. ده كان في 21 مايو 2001. نفكركم بهذه اللحظة التاريخية في مثل هذا اليوم. جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا، فكانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا، النادي ورئيسه. أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي، honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم. Presentation of the same honor. بارون باشا، وحشنا المايسترو. ايه ده؟ ايه ده؟ الله يرحمك يا كابتن. الله عليه رحمه الله. طبعا طبعا طبعا، دي صوره الجائزه. هي الجائزه على فكره انا اما شفتها ايه ايه دي كده ايه دي، يعني كنت فاكرها حاجه ذهب تتعمل يعني، لكن هي قيمتها في معناها، قيمتها في معناها. بالمناسبه احنا ما كسبناش البطوله بقالنا 5 سنين او اكتر. 2013 يعني دي سادس سنه. ايوه، عايزين اخر 5 سنين ترتيب الانديه بس، انسى كل اللي فات، عايز ترتيب الانديه من الاعداد دلوقتي، ترتيب الانديه في اخر 5 سنين الانديه الافريقيه. هنجيبها هنجيبها، لكنه كمان اللي احنا ما كسبناش فيهم ولا بطوله.